طيب خلينا نروح لخبر تاني في الحقيقة في بورسعيد، وده خبر يعني مضحك محزن الحقيقة، مبكي مضحك. محافظ بورسعيد راح يعمل جولة تفقدية في المدارس عادي جدا. فلما دخل إحدى المدارس، في طبعا احنا بنتكلم في الفصل الدراسي التاني، أول فصل الدراسي التاني بقى والكلام ده كله، لقى إيه بقى؟ لقى 11 طالب فقط من طلاب الشهاده الاعداديه. كان المفروض يبقى في كام في المدرسه؟ 652 طالب. مدرسه القناه الاعداديه بنين، بقيتوا مشهورين اهو، قناه الاعداديه بنين، بقى كام؟ 16 طالب فقط موجودين، او عفوا 11 طالب فقط موجودين من ال 652 طالب، يعني 2%، يعني اقل من 2%. ايه وجيتوا على نفسكم ليه وجم؟ يعني جم ليه على نفسهم؟ طب اولياء الامور اخبارهم ايه؟ بقيت الاولياء الامور بتوع بقيه العيال دول يعني عادي كده؟ طبيعي كده الولاد ما راحوش المدرسه؟ يعني الحقيقه مشهد لطيف جدا، ومشهد بقت قاعده انه المحافظ قاعد يقول لهم ايه يا جماعه؟ هو في ايه يا شباب؟ يعني الحقيقه كان مشهد. طبعا محافظ قرر استدعاء اوراق كل المدرسين اللي حصلوا على اجازات بدون مرتب للتاكد هم موجودين ولا مش موجودين ولا حصل لهم ايه، عرض جدول حضور وغياب الطلاب بمدرسه القناه يوميا، عايز يشوف الجدول يوميا الحضور والغياب، عمل حملات تفتيش على مراكز الدروس الخصوصيه، ما هي الولاد بتروح من المدارس تروح السناتر عادي، وحذر المحافظ اولياء الامور من ظاهره الدروس الخصوصيه والكلام ده. يعني السنتر طبيعي، السنتر الولاد تنزل تاخد الفلوس من الاهالي تروح السنتر، لكن ما تروحش المدرسه. معي على الهاتف مين معانا يا جماعه؟ استاذ محمد عزام، مدير مكتب اليوم السابع في بورسعيد. استاذ محمد مساء الخير. مساء النور يا استاذه لميس، ومساء النور على كل مشاهديك ومتابعيك. قول يا محمد، ايه الوضع بقى بالظبط؟ يعني الحاله دي خاصه ولا في حالات كتيره جدا كده في بورسعيد يعني متكرره؟ لا هو بس يعني في توضيح بس في البدايه كده، بس حابب اوضحه ان ال 11 طالب كانوا من طلاب الشهاده الاعداديه، يعني من طلاب ثالثه اعدادي. طبعاً المدرسة بيبقى فيها ثلاث صفوف، الأول والثاني والثالث، ال 11 طالب موجودين من احنا قلنا إن هم من الإعدادية، المفروض كام طالب بقى من الإعدادية يكونوا موجودين؟ ما هو 652 تقريباً، ثلث العدد دون بيبقى الطلاب ثالثة إعدادي. المحافظ بالفعل اول ما دخل النهارده وكنا احنا طبعا متابعين، ايوه يعني 602 زي ما انا قلت 652 موجود منهم 11 بالفعل، ده اجمالي عدد الطلاب داخل الاعداديه كلها ولا المدرسه كلها؟ في الاعداديه كلها الثلاث صفوف، الاول والثاني والثالث، لكن لما سنوات. لكن لما المحافظ دخل طلب طلاب الشهاده الاعداديه اللي هم ثالثه اعدادي. وده كان لغرض معين، لان نتيجه الاعداديه السنه دي في الفصل الدراسي الاول كانت سيئه جدا 70%، وده طبعا بورسعيد مش متعوده ان هي بتكون يعني في النسب دي، ان النسب بيعتبر القليله كانت بتبقى في التسعينات وبيبقى في الثمانينات. طيب سؤالي يا محمد، يبقى كام طالب كان المفروض يكونوا موجودين من سنه ثالثه؟ يعني حوالي 200 طالب. طيب في يعني 200 طالب جم منهم 11، فانت بتتكلم في 5% بس هم اللي موجودين في المدرسه. بالظبط، فهو كان حريص ان هو يقابل طلاب الشهاده الاعداديه لان لقى النتيجه بتاعتهم مش كويسه، وطبعا في مجهودات خاصه في محافظه بورسعيد بتبذل في التربيه والتعليم، فالمحافظ كان حريص ان هو يلتقي بيهم ويقعد يتكلم معاهم ويعرف اسباب يعني تدني هذه النتيجه ايه، ففوجئ طبعا ان في 11 طالب بس هم اللي موجودين، فحب من خلالهم ان هو يوجه رساله. طبعا هو مش بيكلمهم هم بيكلم كل بقيه اللي ما حضروش داخل المدرسه، وكان ووجه لنا طبعا هو احنا السؤال، عشان الناظر فين؟ فين المدير الناظر؟ كان موجود، مدير المدرسه كان موجود. عايز اقول لحضرتك ان 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 مديرين المدرسه النهارده في الجوله كلها، لان طبعا كان في الظاهره ما كانتش على مستوى مدرسه القناه، الظاهره كانت موجوده على عدد من مدارس محافظه بورسعيد النهارده في الجوله بقله عدد الطلاب اللي كانوا موجودين، عشان كده المحافظ اتخذ يعني اخذ عدد من
القرارات وهو واقف مع وكيل وزارة التربية والتعليم لمجابهة هذه الظاهرة. ايه بقى القرارات؟ ايه القرارات يا محمد؟ اول حاجة ان هو قال لان ده ليها سبب، ان يعني اولياء الامور اللي المحافظ قابلهم النهاردة اشتكوا ان الدروس الخصوصية بتبقى في مواعيد المدرسة. يا يعني حلاوة. المدرس الدرس الجديدة دي الدرس الخصوصي بيحدد ميعاد الدرس الساعة 10 والساعة 11 صباحا وقت المدرسة. وطبعا وطبعا ده كان امر عجيب تعجب ليه المحافظ وكل الحضور من القيادات التعليمية، وعشان كده اصدر قرار ان طبعا اللي بيدي في المواعيد الصباحية هو مدرس بيبقى اخد اجازة بدون مرتب من المدارس، عشان كده كان اول قرار ليه قال انا عايز كل اوراق المدرسين اللي اخدوا اجازة بدون مرتب عشان افحصها ونشوف اسباب الاجازة بدون مرتب دي اسبابها ايه، ويبدأ ان هو يتحرى من هذه الجهة. ويوجه يعني كمان رؤساء الاحياء ان هم يكثفوا الحملات على المراكز الدروس الخصوصية اللي موجودة في احياء بورسعيد، واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة اذا كان بالتشميع وبالغلق وبتحرير محاضر ضد اصحاب هذه المراكز الخصوصية. كم مدرسة يا محمد النهاردة كان فيها هذه الظاهرة؟ يعني احنا اللي تفقدناه مع محافظ بورسعيد كان 3 مدارس، والتلاتة فيهم ظاهرة مشابهة. التلاتة نفس الظاهرة مشابهة ما عدا مدرسة ابتدائية، مدرسة أشتوم الجميل، كانت الكثافة فيها يعني أعلى بنسبة قليلة. يعني حتى المحافظ قال لنا صوروا جدول الحضور والغياب إجمالي مثلا الطلاب في الفصل 54 موجود منهم 8. لا بجد؟ لا 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 أثرتوا فيا. 8 بدل من 54، وده يعتبر ده زياده شويه. دي لان 11 دي على مستوى يعني ما كملناش نسبه، يعني حاجه ضعيفه جدا. ايوه ما هو 11 ده من 200 وحاجه في يعني ثالثه اول ثالثه ثاني ثالثه ثالث ثالثه رابع كلهم تقريبا 2% تقريبا يعني على لا لا بجد ده مشهد انا مش فاهمه. طب احنا ليه بنعمل مدارس؟ ما خلاص يا جماعه ما نقفلها. انا مش فاهمه دكتور طارق شوقي بجد، يعني انا رايي ان هو يقفل المدارس. يعني هو بالفعل ده محافظ بورسعيد اتكلم فيه النهارده، قال يعني هو اتكلم كمان مع اولياء الامور وجاب وليه امر اتكلم معاها، وكانت بنتها بتاخد دروس وما بتحضرش، بس هي كانت جايه اول يوم عشان تعمل حاجه في المدرسه، فقارن بينها وما بين ولي ما بين طالبة تانية. الطالبة اللي بتحضر للمدرسة كانت أخذت أو جايبة 130 من 140 في الدرجات، فقال لهم هم يعني اللي بيجوا المدرسة متفوقين بس وكويسين. بس كمان ما هو ما فيش مدرسين، ما هو المدرسين كم مدرسين غايبين؟ نسب غياب المدرسين قد ايه يا محمد؟ لا 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 ما في المدرسين اللي موجودين في المدارس دول موجودين، هو عشان برضو يعني ده امر يبقى واضح، اللي اخدين اجازات بدون مرتب دول مش بيتحسبوا في الجداول. لانهم واخدين اجازات طويله. تمام. لكن في برامج حتى يعني على مستوى محافظه بورسعيد التعليم، احنا في هنا محطوط من خلال التربيه والتعليم برامج وانشطه تعليميه بتحفز الطلاب، ويمكن ده كنا في مدرسه القناه بقى الاعداديه بنات. القناة الاعدادية بنات كانت النسبة برضو ضئيلة بالنسبة للحضور، ولكن المديرة قالت ان هي بتعمل حتى برامج تحفيزية للطلاب عشان يكونوا موجودين، لكن للأسف هم ما بيحضروش برضو بسبب نفس السبب اللي هو والدروس اللي هي السناتر والدروس الخصوصية اللي بتبقى موجودة في الفترة الصباحية. شكرا يا محمد. انا الحقيقة مش فاهمة ايه موضوع تحفيز ان انا اروح المدرسة دي. يعني انا مع جيلي كان المدرسة لازم نروح المدرسة، يعني ايه فكرة التحفيز؟ هو ده اوبشن؟ هو ده بينزل مثلا مع التعليم اختيار نعم ولا اذهب الى المدرسة ولا تذهب الى المدرسة؟ ده مش اختياري، مش اختياري، ده المدرسة اساس، والمفروض ان احنا كان عندنا سيستم انه عدد معين من الغياب يؤدي الى انك انت بتسقط او بتترفد أو تعيد. يعني أنا بصراحة أنا مش فاهمة إيه فكرة الناظر أو اللي عايز يحفز ده. شوية شوية هيوزعوا على العيال فلوس عشان يروحوا المدارس. طب دكتور طارق شوقي اقفلهم وحياة ربنا بالمشهد ده. شكرا لمحافظ بورسعيد طبعا، ولكن
بجد اقفلهم بجد، مالهمش لازمه. ليه بنستثمر في مدارس؟ ليه عايزين نعين 25,000 مدرس جداد؟ ليه عايزين ان احنا نعمل ايبادز وتابلتس؟ يا جماعه نقفلها.